هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا ألوية العلم المعقودة، خريجين العظماء، ويا مشاعر النور الذي لا ينفد، أساتذتنا الأفاضل، حضورنا الكريم، تشرفنا بكم في هذا اليوم العظيم، انتظرناه كأنه يوم من النعيم، حين تؤتي الغراس أكلها وترتوي القلوب بفيضها، ويباهي بنا أهل الأرض أنجم السماء أننا بالعلم قد بلغنا منازلها. كوكبة جديدة من الخريجين المتميزين من كلية علوم التأهيل، ليرفدوا القطاع الصحي بخبراتهم وكفاءاتهم، وليكونوا خير من يمثل جامعتنا الحبيبة في كافة أرجاء الوطن والعالم أجمع. أما بعد، أيها الخريجون الأعزاء، اليوم هو يوم الحصاد. أن أمارس مهنتي بصدق وأمانة وإخلاص، وأن أكون حريصا على حياة المرضى، وأحترمهم وأحافظ على أسرارهم، وأن أقوم بمهام وظيفتي بمهنية وحياد دون أي تمييز، وأن أوقر من علمني، وأن أكون متعاونا مع كل زميل لي في المهنة، والله على ما أقول شهيد. ألف مبروك. بنزرع ايام جمل ونحصد سنين، بنرسم البسمه وطن كل وقت وكل حين، خريجنا اكبر مثل خطط وحاول ووصل، وبكل فخر بينذكر ب 22 22 مهما تكوني ايام جمل ونحصد سنين. فرحته إنجاز ينور سيرته، وبالأخص دفعته 22. رجال الدفعات كتلة أهل الهمة.